أخيرة إلى أن هنالك برنامج جديد سينمائي مختص في عالم الفن السابع سيقدم لكم عبر هذه المنصة، عبر منصة المركز الدولي للإعلام والثقافة بالتعاون مع المؤسسة الدولية للإعلام والثقافة. أيضا يضيف كبار سينمائيين المهمين في كل ضمن حيز الوطن العربي وكل مجال وكل مكان في العالم. وإن شاء الله ستكون حلقة البرنامج اختارنا توقيت له حقيقة هو الخميس الأول من كل شهر، يعني مرة واحدة في الشهر. إن شاء الله راح يكون معنا رئيس مهرجان كوتا ميشيغان للفيلم العربي والعالمي الموسيقار والفنان الكبير نصير شمة في الحلقة الأولى يوم الخميس إن شاء الله، يكون حاضر معنا ومعاكم في إطلالة أولى لحلقة أولى لهذا البرنامج. نتمنى له أيضا الموفقية والسداد من الله سبحانه وتعالى.